تليفون حاجه فاطمه. استاذي عامله ايه؟ اهلا اهلا. تسلمي عليه على تواضعك وعلى استضافتك للاستاذه منال. تستاهل كل حاجه. المحترم اللي زيه. شكرا يا روحي. انسانه اخلاق وخلوقه بجد والله العظيم. وحتى كلامك في يوم راس السنه واخلاقك العاليه وتواضعك الله يبارك لك. وفرحانه ومبسوطه قوي بالاستاذه منال بجد. وشكرا والف يوم مرحبا بفلسطين واهل فلسطين. شكرا يا روح قلبي. شكرا يا سالي على كلامك للسيف فاطمه والله العظيم يوم راس السنه كل كلمه قلتيها لزمايلك. ودلوقتي برضو بشكرك على ان انت بتقولي ما ترموش حاجه حرام لانه طبعًا والله العظيم طبعًا فعلا في ناس طبعًا بياكلوا من الزباله ستات كبار السن انا شفتهم بعناية. أيوة. فحرام اللي يرمي حاجه طبعًا فعلا لان في ناس كتير محتاجاها. ربنا يبارك لك يا ساري ويجعلك في كل خطوه سلامه. امين يا رب. فيكي خلقه كمان وكمان انت اضافه كبيره قوي للقناه والله العظيم. الله يا سالي يا وكلنا بنحبك ومتابعينك من البدايه من القنوات الثانيه والحمد وأنا لله. وانا اشجعها واحييها. بص يا سالي والله العظيم تسلمي يا سالي. بص يا سالي ربنا فيكي ويخليكي ويحبب فيكي خلقه كمان وكمان. جميعا جميعا يا حبيبتي جميعا. حبيبه قلبي.